اي والله ما نعرف الطاولة، يا يعني ليش عاملينها؟ مش عارف، انا عاملينها على الفاضي. هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم اخواني في الله؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. قبل لا نبلش هذا المقطع صلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام، اذكروا الله يا شباب، لا اله الا الله محمد رسول الله. الحمد لله انه خلصت من التوجيه، او في دول ثانية بسموه الثانوية العامة. يعني ان شاء الله انه اجيب معدل حلو، بجيب فوق ال 75 76، يعني بعد ما طلعتش نتائج، طلعت بس قدمت على شيء اسمه تكميلي، التكميلي بعد ما طلعت نتائجها. ان شاء الله بتطلع ونجيب علامة اللي بتسر الخاطر، وان شاء الله نفوت جامعة وندرس استاذ رياضيات او معنى اخر تخصص الرياضيات. فالحمد لله على كل حال، وبشكر اي شخص كان علق لي تعليق حلو، وانك يا يحيى اشتقنا لك وهي الغيبة والى اخره من هالكلام، ومن طيب الكلام هذا من طيب اصلكم، الله يسعدكم جميعا. وكنت حاب افوت بعد ما اخلص توجيهي افوت عالم، يعني كنت متحمس افوت عالم، وانه يساعدني بعض اصحابي، بس ولكن بدول ثانية اصحابي هذول. ولكن انا ما بعرفش اللعب كثير، يعني كيف اقول لك، كيف بدي اقول لك، عفوا، انه تغير قوانين اللعبة. يعني هسه ما بتقدرش حد يلعب، يعني صاحبي اذا بدي يلعب مثلا هو بالمانيا بدي يلعب بحسابي، لازم يحط دولة الاردن على الفي بي ان ويلعب بحسابي، وفيش في بي ان بسوي الاردن، يعني فيوش يعني دولة اسمها الاردن، بيها بتكون امريكا يا المانيا، اغلب اشي بتكون تعاون الدول الغربية، فما بقدر اسوي افوت عالم. فت حالي انا لحالي في العالم، وجبت اتوقع 16 على العالم والاول على الاردن، فهذا هو اللي قدرته. وبعدين بعد بنص ساعة كنت رحت مشوار وصرت العاشر على الأردن ورقمي 1000 على العالم، وتركت اللعبة كلها، جيت رجعت كملت هيك شوي ووقفت. يعني بس كانت، يعني كنت أقول لكم شباب، يعني متعة، بس كنت يعني كان نفسي أفوت عالم. سبحان الله، قدر الله ما شاء فعل. وهي كانت مقدمة، كانت طويلة شوي بمناسبة إنه رجعت على القناة أول رجعة. الله يسعدكم، وهسه بتشوفوا كيف نلعب على طاولة ال 150 مليون بعد ما فتحتها. وهي يا شباب طاولة 150 مليون. طبعا أنا جبت الخاتم وجايب 14 فوز، 10 فوز عفوا، وكان بالحساب 1.5 مليار. بس هاي الطاولة مش طاولة تجميع كوينز، طاولة لل بس لل شو بسموه هذا، يعني انه كنت تجيبوا مركز على الدولة، على العالم، على الليجا الى اخره، يعني المنافسات. هذه تذكرت هسه الكلمة. طبعا انا جبت 6 بي وكنت رقمي 24 على الاردن. طبعا انا جبت الاول باول يعني فتره من الليجا، كنت صاحب بكير، وليش رقمي على العالم 2282؟ في حد يقدي؟ انتوا بجوز رقمكم مليون. ورقم 11 على الليجا، ما شاء الله. شو الليجا؟ شايفين شباب مصعب الليجا تبعيتي؟ 27 بي الاول. ان شاء الله جانا، ان شاء الله جانا اجيبها. المهم نلعب جيم. نعم، بسم الله. هسه بنشوف حظنا كيف بهاللعبة. طبعا مش انه مش لعيب، انا لعيب يعني بعرف العب الحمد لله، بس ولكن هاي عبارة عن طاولة الخسارة مش طاولة الفوز. نلعب بليجندري، في كثير ناس بتقول تلعب بليجندري. يلا نلعب لنا كم جيم ان شاء الله ما نخسر، ننفضح. في طاولات هنا، طابات عفوا. وهاي يا شباب شكله خسرنا، يلا حظي سيء. يعني والله ما نعرف الطاولة، يعني ليش عاملينها؟ مش عارف، انا عاملينها على الفاضي. هي ابوي، يعني ترى شباب الحظ حلو ترى، بس ولكن خسرنا نص مليار من ورا الطاولة هاي. والله يا شباب هاي الطاولة يعني ما برجح حد يفتحها عشان يجمع كوينز، لانه بيخسر.
هاي بس للمنافسات فقط، ولازم يكون بحسابك يعني نسبة عالية من الكوينز، 20 على 15 طبعا مليار، لأنه اللي بده يجمع كوينز بده يجيبك ستريكات. شو معنى ستريكات؟ إنه بمعنى، حتى راح في ناس ما بيعرفوا شو معنى ستريكات. ستريكات يعني إنك تلعب وتفوز يعني ورا بعض، فوز جيم بعديها جيم بعديها ثلاث بعديها أربعة بعديها خمسة، يعني صرت فايز خمسة جيم ورا بعض بدون أي خسارة. في ناس بتجيب 20، في ناس 18 19 هيك هو لعبهم. يعني أنا من ناحيتي كنت أجيب 28، يعني أنا بتذكر آخر حد جيب 28 على طاولة مستر برنين. طب دوري يا ابو مستر، انت شو بدي اجيب؟ شو قلتكم شباب؟ تعرف من الافضل لي اللي ملون؟ شو عملت انا بالضبط؟ حلوه يا خالتو رغم الحركه اللي سويتها. من يا معلم والله صار لي زمان مش مفكر باللعبه، صرت كنت افكر بس برياضيات انجليزي عربي بس، هذا اللي كنت افكر فيه. طيب حلو، اذا شو الاسم؟ موقف محرج، لا تشخص بس شيء. لا ولا عمل شباب، يعني هاي لا بتقدر تجيبها فانت. تجي معنا برتقالية، صحيح كلامك، صحيح عفوا، صحيح كلامكم، بس ولكن بدي اجيب انا افكها هيك افضل. يعني طيب وبعدين بنلعب. لا تصبرش معي، حتى لو لعبتها شو بدي استفيد منها؟ المهم ما يروحش الوقت، اسم الله لاقي لنا حركة هناك. كمان 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 كمان، حلو حلو، هسه يعني في امل، في امل نفوز فيه. يعني هاي لازم اعمل هيك، بس كمان مش هزبط معي الا اذا شمطت. يعني كمان يا اخي شنيسي، لا هاي اللعبه وقفت معي شوي بما انه خسرتني 600 مليون. كثير كثير راح تفوز، ما شاء الله عليك، من قد ما انت لعيب راح تخسر. طيب لا 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 لحد هيك شباب، بعد ما احنا نحكمش، مش بقول راح افوزش، ريلاكس نفيس. زفير هذا شو بسموه، شهيق زفير. الحمد لله، عادي شباب عادي، قرب العيد يعني مش ضروري نعصب احنا. يعني والله النبي تخلي الواحد مش يعصب، بس يعني اذا تحمل فوق سطح. يا الله اجواء دفعنا 8 دولار على الفاضي. لا جبنا الاول عندنا شباب، مالكم اول شو اسمه، اول 10 5 دقائق مالكم، او عفوا اول دقيقتين. 5 دقائق كثير هيك، انت مثل دق الطاز اذا 5 دقائق. شكله سحبنا قاع الرأس فينا شوي يعني. مين قال لك انت تسحب؟ انا اصلا ما بقبلش تسحب انت، انا بلعب بس بجدارة، بفوز بجدارتي صراحة. يا شباب انتوا عارفين يعني. واثق من حاله كثير يحيى. طبعا يا شباب في واحد وانا رايح على امتحان الدين الساعة تقريبا، طبعا هو امتحان. المهم وانا رايح على امتحان الدين، يعني انا امتحاني بيبدأ الساعة 10، فبطلع من الدار الساعة 9 عشان اوصل المدرسة، بدي اوصل بالباص، بدي قرن لحتى اوصل الباص. المهم مش هو موضوعنا، موضوعنا وانا قاعد بحفظ، او عفوا قاعد براجع، لانه كنت دارس، ولا بنادي لواحد
يا حيا اليوتيوبر نص الشارع والله تعالى اعلم شو اسمه عمر والله نسيت اسمه سالت اسمه يعني كان اسمه عمر والله تعالى اعلم. المهم سلم علي وبولينا بتابعك ونقول له شكرا لك يا سيد مين ما كنت تكون ولكل شخص بتابعني يعني بس ولك هذا شفته بال وانا ماشي يعني. هسا احنا كم جيم فوزنا يا شباب؟ ولا جيم. وكم خسرنا كم جيم؟ 20 جيم. انا حرمت العب على الطاولة بالدرد العب على برلين وظني اجمع برلين وبعدين هذيك الساعة بفكر العب على طاولة لي. دفعنا 8 دولار يا زلمة على الفاضي على الفاضي والله على الفاضي شباب. انا بنصحكم لا حد يفتحها ولا حد يتأمل انه يفتح لا تضلكوش يعني موصلين انك تفتحوها. هاي عبارة انك تخسر. قوليش انك عيب فيش العيب هاي هي فيها هاي حظ هاي الطاولة حظ والله حظ يا شباب. حلو بس ولكن بقدر اجيبها بندير على فكرة شباب بس يعني اسهل يعني اذا بيعرف يلعب زي هيك يعني عادي 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 نزلها ده. المهم نلعب بعدين انا على الحقيقة العب صح شباب ولا طبعا بالنسبة للعب الحقيقة انا ما بلعبش كثير. الجزء اللي نزلت الفيديو كان يعني كيف اقول لكم صار لي يعني الجزء هي كانت سادس مرة او سابع مرة بلعب فيها على الحقيقة بس مش انه يعني انه سهلة صعب الحقيقة بس ولكن لعبة البلياردو اللي بنلعبها على التليفون بتساعد انك تتعلم بسرعة عشان هيك تعلمت يا حبيبي. هاي بدها تق هاي قمص كيف بدنا نقصها هيك تيجي يا شباب بإذن الله بتيجي. يا رب افوز الجيم. البطيء حلو. طب كيف نجيبها من حلو حلو وخ شو بتعمل شو بتعمل مش بتفكر انك تطلع معي يوتيوبر بس شوت ايفر يعني ايفر معرفش ولكن بس شوت بمعنى افضل ضربة او افضل افضل ضربة. نلعب الجيم الاخير طبعا مش راح العبه بدات يعني لو نطوا لفوق 1000 نقطة بديش اياك. انا بقول هذا من الهند حبيب من باكستان. اوه يعني حسابه حلو ترى شباب يعني دايمود ما شاء الله ليفله صغير 194 يعتبر صغير وبس ولكن التوتال قليل والنسبة 70 يا حلو. وهاي يا شباب لحد الآن لحد الآن متفرج فقط لا غير ما لعبتش ترى شباب هاي ترى ثلاث طابات اللي فوتني اياهم هو اللي فوته مش انا اللي فوتهم يعني. الله يعني أبو هيك طاولة قال والله فتحوا لنا طاولة جديدة عشان نجمع كوينز قال عشان نخسر الكوينزات مش عشان نجمع كوينز ورجعوا لي 5 مليون من 75 مليون يعني والله كثار 5 مليون يعني بالنسبة طبعا للمصريات يعني مش بالنسبة للمصريات كم كثار يعني. المهم بكفي خسارات شباب لأنه صراحة أنا ضايقت كثير. الحمد لله على كل حال وكان فكرة الفيديو بس انه كيف بدي اقول لكم اشوفكم او مش تشوفوا اشوفكم عفوا افرجيكم يعني اشوفكم لانه في واحد كان كاتب لي
بالتعليقات يعني يعني الله يهدي، قال هذا يا مات يا رسب، لا حبي لا متت ولا رسبت. يا لك من متفائل، ونشوفكم ان شاء الله بالفيديو الجاي، بجوز بكره بجوز بعد بكره، الله اعلم متى، حتى افضل ان شاء الله. السلام عليكم.